السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بتتمة 84 صفحة 64 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات. إذا التمرين السؤال أو في المعادلة الثالثة أعطونا المعادلة كالآتي، طلبنا نحلها جوج إكس عامل إكس ناقص 5 يساوي إكس زائد 1 عامل جوج إكس زائد أو عفوا ناقص 4. إذا أعطانا جوج إكس عامل إكس ناقص 5 تساوي إكس زائد 1 عامل جوج إكس ناقص 4. إذا باش نحلو هاد المعادلة سأقوم بالنشر. علاش غنقوم بالنشر؟ لأن ما عنديش ما كيبانيش تما كاين عندي عامل مشترك، وخا نعمل به اثنان بالنسبة للطرف الأيمن للمتساوي وخا نعمل هنا به اثنان تخرج لي اثنان عامل إكس ناقص 1، لأن ما عنديش أنا إكس ناقص 1. إذا سأضطر للنشر، سأضطر للنشر. إذا غادي هاني شنو غادي ننشر العملية ديالي، ندير النشر جوج إكس عامل إكس هي جوج إكس أوس اثنان، هي جوج إكس أوس اثنان. جوج إكس عامل ناقص 5 هي ناقص 10 إكس، لأن اثنان في ناقص 5 هي 10 وإكس تبقى، لأن ما عنديش إكس وكان عندي شي مجهول آخر نضرب فيها إكس ديالو، إكس في إكس هي كتعطينا إكس أوس اثنان. مي إكس عامل 1، إكس عامل 1 في 5 إكس في 1 سي إكس سي إكس، وجوج عامل ناقص 5 هي ناقص 10 تساوي. ثم سأنشر هنا إكس عامل 2 إكس هي 2 إكس أوس 2، إكس عامل ناقص 4 هي ناقص 4 إكس، لأن كنضرب هذه في هذه وهذه في هذه، ثم 1 في هذه وواحد في هذه. إذا لاحظتوا النشر كنضرب العددين بجوج، ثم 1 عامل 2 إكس ثم 1 عامل ناقص 4. إذا 1 عامل زائد 2 هي زائد 2 إكس، وواحد عامل ناقص 4 هي ناقص 4. بعد ذلك سأقوم بترحيل الرحلة كاملة اللي فيهم إكس، كل مرحلة على يسار تساوي، باش يجي مع الأعداد المرتبطة بالمجهول إكس. غنمشيو نرحلهم كاملين نحو اليسار، لأن اللي مرتبطين بإكس كلهم خصهم يدوزو اليسار كما قلت في بداية التمرين، والأعداد الحقيقة تكون على يمين تساوي. إذا غادي نرحلو مثلا إكس ثاني إكس أوس اثنان ديالي، كنكتبها ناقص 10 إكس كنكتبها ديالي، ثم زائد 2 إكس أوس 2 نفصل الحالات ولي ناقص 2 إكس أوس 2، وناقص 4 ناقص ولي زائد، لأن أي عدد كبير المكان ديالو ما بين يسار تساوي ويمين تساوي، أي عدد كبير المكان ديالو حينما يتخطى تساوي نغير إشارته، نغير إشارة ديالو. إذا كان إشارة اللي سابقة ناقص تولي زائد، إذا كانت الإشارة اللي سابقة زائد كتولي ناقص، هنا زائد فاش غادي نحولوه نحو اليسار تولي ناقص 2 إكس. ثم ما عندنا تساوي، بقاتنا غير ناقص 4 على يمين تساوي، ما عندناش شي عدد حقيقي آخر لنجيب وحده. بعد ذلك كما كنلاحظ هنا عندي 2 إكس أوس 2، 2 إكس أوس 2، لاحظ معايا 2 إكس أوس 2 ناقص 2 إكس أوس 2، هي كتعطينا صفر. إذا غادي نستغنى على هذاك يساوي صفر، ما غاديش نكتبو، نمشي الإكس ديالي. إذا نعلم الدرجة 2 عطاوني صفر، إذا ما غاديش نكتبو، ما غنكتبوش لأن عطاني صفر، قيمة صفر ما كتحسبش. ثم ناقص 10 إكس زائد 4 إكس هي ناقص 6 إكس، هي ناقص 6 إكس، ناقص 6 إكس ناقص 2 إكس، عندنا ناقص 10 زائد 4 هي ناقص 6، طبعا بحال إكس، بحال كتقول ناقص 10 الخبزات زائد 4 الخبزات هي ناقص 6 الخبزات، خاسر 10 وربح 4 يبقى خاسر 6، هي ناقص 6 ناقص 2 هي ناقص 8 إكس يساوي ناقص 4، اللي غتعطينا إكس كتساوي ناقص 4 على ناقص 8. هذه كتختزل كتجينا واحد على اثنان. الله يجزيكم بخير، نسيت في بداية التمرين في الأول الفيديو اللي كان قبل راه نسيت هاد العبارات هادو مكتبتهمش، راه ضروري خصهم يتكتبو، ضروري خصهم يتكتبو، راه نسيتهم في البداية ديال التمرين. إذا أيوا منو
حل المعادلة هو العدد واحد على اثنان. نحن معادلة الرابعة. معادلة الرابعة طبعا نحل معادلة الآتي. أعطونا جوج إكس ناقص واحد كوس اثنان ناقص إكس ناقص اثنان يعادل 4x زائد 3 تساوي صفر. إذا بنفس الطريقة هنا بنفس الطريقة غنخدم. علاش؟ لأن ما عنديش هنا عامل مشترك، وكان عندي 2x ناقص 1 هنايا في هاد العاملين هادو، هاد العاملين يكون عندي 2x ناقص 1 بحال هذا، كون عملت به وكندير هذا كيساوي صفر أو هذا كيساوي صفر. بما أن ما عنديش هنا في الطرف الآخر ما عنديش جوج اكس ناقص ناقص واحد، فانا هنا غنضطر نشرو المسابقه الهامه، الثانيه اللي هي ا ناقص ب يكون سي اثنان، ا هي ا وسي اثنان ناقص الثاني ا بي زائد بي وسي اثنان، وغنشر العاملين يعني الثانيين. شنو غتعطينا؟ اثنان اكس كوس اثنان ناقص اثنان عامل اثنان اكس ا في واحد ا في واحد زائد واحد وسي اثنان. انا حاولت نشرها كامل ندير توصل القلمه كما هي باش نذكرها الكلام. اذا اكس عامل 4 اكس، اكس عامل 4 اكس، انا غادي نشرها الطرف هذا العامل نشرو اكس عامل 4 اكس هي 4 اكس وسي اثنان، اكس عامل زائد 3 هي زائد 3 اكس، ناقص اثنان في 4 اكس هي ناقص 8 اكس. علاش ناقص اثنان في 4 يصير ناقص 8 وإكس ديالي زيرو، ناقص اثنان في زائد 3، ناقص اثنان في زائد 3 تعطي ناقص 6، لأن ناقص في زائد تعطي ناقص، واثنان في 3 يساوي 6، يساوي كل شيء يساوي صفر ديالي. اللي غتعطينا 4 إكس وسي اثنان، ناقص 4 إكس لأن اثنان في اثنان إكس هي 4 إكس، في واحد هي 4 إكس، زائد واحد وسي اثنان هي زائد واحد. ثم هنا لاحظ معايا علاش درت القوس، انا باش نشرح التقليلات، لان انا كتبقى ناقص لها كثير ديال الكلام ما كيديروش هذا القوس. شنو كيوقع لهم؟ كيخليو الاشارات كما هما، كيخليو الاشارات كما هما، تتولي العمليه عندهم غلطه. اذا فانا اضطريت ندير هذا القوسين علاش؟ باش ما نغلطش الاشاره. علاش؟ لان الاشاره ناقص حينما تسبق القوس تغير الاشارات الاشارات التي بداخل القوس، الاشارات اللي داخل القوس اللي كانت الاشاره إشارات الأعداد تعطينا ناقص 4 إكس وسي اثنان، ناقص زائد تعطي ناقص 3 إكس، ناقص ناقص تعطي زائد 8 إكس، ناقص ناقص تعطي زائد 6 يساوي صفر. بعد ذلك سأقوم بحساب ما يمكن حسابه. إذا هنا نبداو 4 إكس وسي اثنان، 4 إكس وسي اثنان كما كنلاحظوا فعنده عدد مقابل له اللي بيعطينا العدد صفر. 4 إكس وسي اثنان ناقص 4 إكس وسي اثنان هي صفر، فيبقى ماذا؟ فيبقى ناقص 4 إكس وسي اثنان وناقص 3 إكس وزائد 8 إكس، ستعطينا ماذا؟ عندنا 4 إكس ناقص 3 إكس هي 7 ناقص 7 إكس، ناقص 7 إكس زائد 8 تعطينا 1 إكس، ثم عندنا 1 زائد 6 تعطينا زائد 7 يساوي صفر، يعني أن 1 إكس هي إكس يساوي زائد 7 يجري ولي ناقص 7. عفوا هنا نكون حليت المعادلة ديالي، ما ننساش حتى كتقول هذيك العبارة اللي بدات مشانا، لا إله إلا الله، تنسى هاد الشيء ديالي، علاش كينسى؟ إذا ومنه حل المعادلة، حل المعادلة هو العدد ناقص 7، هو ناقص 7 هو حل المعادلة. بعد ان شاء الله تعالى قد اتممنا تمرين راس حراسي من الكتاب الدراسي المفيد في الرياضيات. الله يجزيكم بخير، حاولوا تزورونا على الموقع hopprof.blogspot.com، واللي خاصو شي حاجه يحاول يتفقنا ان شاء الله تعالى على اليوتيوب، وان شاء الله غادي نقومو
بالمجهول باش كنا نجاوبوا على طلباتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.